ألف مبروك لحضراتكم جميعا بمناسبة بدء ممارسة مهنة المحاماة وانتسابكم لنقابة المحامين. طبعا حضراتكم عشان نوصل لليوم النهاردة بقالكم تقريبا في حدود من 3-4 شهور بتعملوا الإجراءات، وده هتحصلوا على الكرنيه النهاردة وبتفتكروا كده خلاص، لا انتوا النهاردة بداية مشواركم مع النقابة. النقابة وبناء على تعليمات النقيب سامح عاشور بيوفر كل الدعم لأبنائه المحامين الشبان الجدد من دورات في كافة فروع القانون، لأن كل اللي درس في الكليات حاجة والتطبيق العملي في الحياة العملية في المحاكم حاجة تانية. فالنقيب سامح عاشور حريص أنه يدعم أبنائه الزملاء المحامين بدورات مجانية في كل فروع القانون، القانون المدني، الجنائي، اللغة. احنا لسه كان يوم الخميس السابق في دورة مجانية في صياغة العقود باللغة الإنجليزية مجانا. الدورات دي بتدفع مبالغ كبيرة جدا فيها بره. احنا كل الأنشطة والدورات عندنا في كابتن حميد مجانا، وان شاء الله احنا عند قريب في دورة في شرح قانون الرياضة والتحكيم في منازعات الرياضية، عشان قانون الرياضة الجديد اللي صدر نزع الاختصاص من المحاكم المصرية وعمل طبقا للائحة الأولمبية الدولية عمل محكمة رياضية مختصة بنظر النزاعات. فاحنا بنفتح مجالات عمل جديدة لأبنائنا الشبان المحامين في الدورة دي، بتؤهل ان المحامي يكون محكم ومفاوض ووسيط في حل النزاعات الرياضية. إن شاء الله هتكون في نادي المعادي، وإن شاء الله تسجيل الأسماء في النقابة العامة تبع لجنة الشباب اللي أنا بتشرف برئاستها، ومتاح ليكم إن شاء الله تشتركوا فيها. وألف مبروك لحضراتكم جميعاً.